أما عن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد مرعي، فمنح اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة بعد الفوز اللي حققه الفريق امبارح على الجزيرة في دوري السوبر بنتيجة 73-68. الفريق هيرجع للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا لمواجهة طلائع الجيش واللي هتكون يوم الاثنين على صالة النادي. الزمالك كان لعب لحد دلوقتي 9 مباريات في الدوري، فاز في 7 ماتشات وخسر في ماتشين، هما الاتحاد طبعا السكندري والنادي الاهلي. كاميرا قناة الزمالك ايضا كانت موجودة في مباراة الفريق امام نادي الجزيرة واجرت عدد من اللقاءات، خلينا نشوفها ونرجع نكمل حلقتنا. الحمد لله، هو ماتش طبعا فريق الجزيره فريق محترم فريق كبير، واحنا زي ما قلنا قبل كده كل الفرق بنعمل لهم احترام وبنعمل حساب لكل فريق. الحمد لله النهارده الفريق اعتقد في الناحيه الدفاعيه يمكن اكتر، يمكن الستارت بتاعنا ما كانش كويس قوي، لكن بعد كده هي الباسكت احنا عارفين يعني الموضوع مش كوارتر ولا دقيقتين او ثلاثه، لا هو جيم كامل يعني. الحمد لله النهارده اطمأننا من الناحيه الدفاعيه، كل الفريق اعتقد يمكن 11 لعيب بيشاركوا النهارده، دي حاجه كويسه قوي، ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ان احنا بنعمل فريق مش لعيب، يعني ما بنعتمدش على لعيب معين. النهارده ما تقدرش تقول مين كويس، يعني كل اللعيبه كويسين، كلهم ساهموا في الاوقات كمان الصعبه، يعني يمكن الاولاد اللي هم صغيرين سن يمكن مع المحترف، طبعا المحترف ده طبيعي ان هو يعمل كده في اخر الجيم، لكن اللعيبه اللي هي سنها صغير او خبرتها اقل انها تحسم مباراه في الاخر دي حاجه مهمه قوي وكنا بنشتغل عليها، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. احنا دلوقتي بنعمل لعيبه النادي الزمالك يمكن متواصلين مع اغلبيه انديه مصر، بنعمل قاعده للعيبه الناشئين اللي هنمدي بيها الفريق الاول، وزي ما انت شفت اللعيبه الصغيره هيكون لها دور كبير في الفريق باذن الله. هو الحمد لله احنا كسبناهم في الدور الاول والدور الثاني الحمد لله عملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله. كل الماتشات زي بعضها، مش تفرق ماتش جامد وماتش قوي، المهم احنا كل ماتش نخشه ولازم نكسبه ان شاء الله. ناويين على ايه السنه ده يا كابتن؟ لا ان شاء الله احنا الزمالك في اي حاجه بنخشها احنا عايزين نكسبها، ان شاء الله نكسب دوري نكسب كاس، يعني احنا داخلين كل سيزون احنا ناويين ان احنا نكسب بطولات، لازم نبقى عايزين على طول على البطوله. منا كابتن مودي عن المحترف الجديد بقى اخباره ايه؟ لا هو لعيب كبير طبعا، يعني جي مايو لعب في ام بي اي، لعب في اليورو ليج، لعب في دوريات قويه جدا يعني، فيعني ده مش محتاج حد يتكلم عليه، يعني محترف جامد قوي والحمد لله هو بينسجم معانا الحمد لله شغالين كويس. I had a struggle night shooting but my teammates Kizu, Moody, everybody they play very well and help pick me up and I'm happy we're able to get the win. كان متعطل شويه في الشوط، كان بيضيع كتير وكده، بس مع زملاته كلهم يعني الحمد لله عرفنا نساعده يعني ان هو يطلع بافضل شكل يعني. النهارده يمكن النهارده كان ليه فضل النهارده ان هو يقدر يرجح كفه الزمالك في الفوز النهارده بالكره الاخيره اللي جت. Yes, I missed a lot of tough ones but I was happy I was able to make the shots at the end to help get us the win. ولكن هو ضيع شوطات صعبه برده، بس هو يعني كان محظوظ ان هو جاب اخر واحده اهم واحده. كابتن طموحه ورسالته لجمهور الزمالك. We will keep fighting, we will continue to get better and and by time we have playoffs and championship rounds we will be at top health and top ability to go and win a championship. بيقول لك ان احنا بناخد كل ماتش بماتش ومركزين في كل الماتشات، عايزين حاطين يعني تارجت ان احنا على البلاي اوفز في اخر السيزون، والماتشات المهمه ان احنا نبقى اعلى يعني اعلى وضع عندنا.